بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. مباراه مهمه جدا جدا كلنا منتظرينها من زمان، يمكن من قبل ما نعرف مين اللي هنلعبه في دور الثمانيه. النهارده مباراه مهمه مع الرجاء المغربي. اولا في البدايه كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك، ربنا يعيده عليكم جميعا بكل خير وعلى الامه الاسلاميه والعربيه بكل خير يا رب. النهارده مباراه مهمه جدا جدا في ذهاب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، اللي البعض شكك بعد احدى المباريات ان النادي الاهلي ممكن يوصل لدور الثمانيه. النادي الاهلي ما شاء الله نمسك الخشب، متالق الفتره اللي فاتت مش في كره القدم بس، في كل الالعاب. ان شاء الله افراح النادي الاهلي تفضل مستمره، وربنا يجعل ايامنا كلها اعياد وافراح زي الافراح اللي بتعيشها جماهير النادي الاهلي في الاسبوعين الاخرين في كل الالعاب. بطوله العاب الصالات، بطوله بسم الله ما شاء الله ورا بطوله، وكل يوم بيثبت النادي الاهلي جداره وزعامه الاهلي في مختلف الالعاب. يعني لو حضرتك تابعت العاب الصالات في الموسم ده، خلينا نتكلم بس ليه بقى انا بتكلم بالاسلوب ده؟ لان السنه اللي فاتت وبداية السنة دي كان فيه هجوم جامد جدا 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 على المنظومة ككل في النادي الأهلي، والمسؤولين ما اتكلموش خالص ولا حد اتكلم خالص في أي حاجة، ولكن امتصوا غضب البعض، حماس البعض إنه عايز النادي الأهلي ياخد كل البطولات. حقهم، النادي الأهلي هو اللي عودهم على كده. لما تشوف حضرتك بقى اللي حصل السنة دي والجميع يعمل في صمت لمصلحة النادي الأهلي، الجميع يعمل في صمت لمصلحة النادي الأهلي، بتتكلموا بقى على كم بطولة في الألعاب جميعا ولسه مستمرة ولسه مستمرة. نبدأ بألعاب الصلاة وفي حاجات تانية لسه مستمرة. هقول لحضراتكم ملخص سريع. البداية كانت البطولة العربية للكرة الطايرة، وكمان كاس السوبر للكرة الطايرة، بتكلم على الرجال، وكمان كاس السوبر للكرة الطايرة سيدات. واحد هيقول لي طب ما احنا مش هتاخد كل حاجة، بس انت لما تيجي تتكلم على الارقام والبطولات انت واخد البطولات بنسبة 99%. 99% ضاعت منك بطولة واحدة، وده وضع طبيعي، وده وضع طبيعي، ضاعت منك بطولة واحدة بس، ولكن مستحوذ على كل حاجة. خش بقى على دوري كرة الطايرة للسيدات، بنتكلم على الكرة الطايرة، كل البطولات، كل البطولات خدتها فرق السيدات للكرة الطايرة في النادي الأهلي، كل البطولات دخلت فيها. عدينا الكرة الطايرة، ندخل على كرة اليد. كرة اليد النادي الأهلي فاز بدوري المحترفين للرجال، وكأس مصر لكرة اليد للرجال، وكمان كأس مصر لليد سيدات، ولسه الموسم مكمل، الموسم لم ينتهي بعد كرة اليد. نروح على كرة السلة، دوري المرتبط بتاع كرة السلة للرجال، نادي الأهلي كسب. كأس مصر للسلة رجال كسب. دوري مرتبط السلة سيدات، نادي الأهلي فاز. كأس السوبر للسلة للسيدات وكأس مصر للسلة للسيدات، نادي الأهلي. غير كمان إيه؟ البطولة العربية لتنس الطاولة سيدات، ولسه 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 كتير. لسه في الموسم كتير، الموسم ده لسه في بطولات كتير إن شاء الله، ولسه ما اتكلمناش على الكورة وبطولاتها اللي فاتت والبطولات إن شاء الله اللي جاية. كل ده على مستوى الفرق الأولى، الفرق الكبيرة بس. حتى في المراحل العمرية المختلفة حدث ولا حرج. يعني كتير جدا 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 بطولات، كتير جدا 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 أرقام قياسية، تكاد عشان ما حدش يغلطني، تكاد تكون العلامة الكاملة للنادي الأهلي. إن شاء الله أفراح النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي تستمر النهاردة في مباراة الرجاء المغربي.